Gol! 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 Messi صنع ويسجل الآن الهدف الثاني لبرشلونة. أكثر شيء أتوقع أن هذه الأمسية يمسي علينا ميسي أكثر وأكثر وأكثر وأن بين الأهداف. يا الله الرد أتى سريعا ومس بالفعل علينا ميسي بالهدف الثالث في الدقيقة الثانية على بداية الشوط الثاني. مرة أخرى مشروع تسجيل الهدف الرابع. جول الرابع من ميسي. خلاص يظهر ميسي، يختفي ميسي ثواني ويظهر في دقائق ويأتي بالهاتريك وبرشلونة يسجل الهدف الرابع. يتبادل الكرات في المباراة رقم 13 في تاريخ لقاءات الفريقين في فالنسيا. ميسي يتقدم الخامس. لا والله ضيع. بعد ميسي يصنع هدف خامس. لم تكن بالمباراة الكبيرة كخصم تحدث ليفانتي، مع احترامنا لتاريخ ليفانتي، ما قدمه ميسي في هذه المواجهة كان عبارة عن المزيد من الأسيست، المزيد من الأهداف. خدم فريقه من خلال تمريرتين حاسمتين، إحداهما ساهمت في الهدف الافتتاحي ومن ثم هاتريك ومن ثم الهدف الأخير. ظروف هذه المباراة تخدم أم لا تخدم ميسي في عملية التصويت هذا الأسبوع؟ طبعا.